بالفعل جمعية هيئة المحامين بالمغرب والتي تضم 17 هيئة، كل نقباء الهيئة 17 هم أعضاء في مكتبها، بالإضافة إلى أعضاء المنتخبين، بالإضافة إلى رئيس المنتخب. قرروا خلال اجتماعهم الأخير المنعقد في ضيافة هيئة المحامين بالقنيطرة أنهم غير معنيين، وليس يقاطعون بل بأنهم غير معنيين بما تم الإعلان عنها المتمثل فيما يسمى بكأس العالم للمحامين المنظم بمدينة بمراكش وليس في ضيافة هيئة المحامين بمراكش، لأنه الذي يتولى تنظيمه هي شركة خاصة ذات غاية ربحية صرفة ولا علاقة له بإطار مهني سواء كان محلي أو كان غير محلي. هذه التظاهرة الرياضية إذا يتم تنظيمها من طرف شركة خاصة بأهداف ربحية صرفة محضة، وهنا نحن كهيئة المحامين على الصعيد الوطني ارتأينا أنه طالما أنه ليس هناك إطار مهني ينظم هذه التطور المهنية فنحن لسنا معنيين بها. ثانيا نحن لسنا معنيين بهذه التطور طالما أن هناك دولة إسرائيل ستشارك في هذه التظاهرة الرياضية والتي تعتبر ممثلة حسب ما وصل إلى علمنا بأكثر من فريق. ربما يطرح البعض تساؤلا حول أنه دولتنا أصبحت الآن منفتحة من الناحية الدبلوماسية ومن الناحية السياسية مع دولة إسرائيل. نعيد التأكيد على أنه لسنا في حالة تماثل مع مؤسسات الدولة ومع المؤسسات الرسمية بقدر ما أنه قطاع المحاماة يتماثل مع هموم المواطنين، مع رغبة المواطنين، مع ما يعبر عنه نبض المواطن. في هذا الإطار نحن على ما هو عليه الأمر دائما بالنسبة لكل مقررات جمعية هيئة المحامين بالمغرب لمدة تزيد على نصف قرن من عمرها، في كل مؤتمراتها، في كل بياناتها، في كل بلاغاتها نؤكد على أنه طالما أن هناك نزاعا عربيا فلسطينيا مع دولة إسرائيل الغاصبة لأرض هذا الشعب الفلسطيني فإنه نعتبر أنفسنا لا يمكن أن ننخرط في مهنيا أو رياضيا أو في أي إطار كيمهما كان هذا الإطار مع هذا الكيان الغاصب لأرض فلسطين. إذن أعود فيما يتعلق تدارك فيما يتعلق السؤال، كان هناك واحد نوع من التدارك. طالما أنه ليس هناك إطار مهني هو الذي نظم هذه التظاهرة، طالما أنه دولتنا كإطار المؤسساتي ليست هي المنظمة وليست معنية بهذه التظاهرة، بأنه هذه التظاهرة تنظمها شركة خاصة ذات غاية ربحية، نقول بأنه لا يمكن أن نتحدث على أن هناك كرسي فارغ، هناك مقعد فارغ في إطار انفتاح لنا كقطاع مهني، كقطاع خدماتي على بقية القطاعات المهنية الخدماتية بمختلف ربوع العالم. على العكس من ذلك نقول نحن الآن على مستوى هيئتنا هيئة المحامين للمحاكم الاستئناف بأكادير وقلميم والعيون نحن نسير مع دولتنا مع هموم دولتنا في انفتاح على العالم وفي عمق إفريقي له راهنية وله أهميته. نحن في عودة ميمونة منذ أسابيع قليلة من الديار الموريتانية مقبلون على أن يكون هناك انفتاح على عمق إفريقي، ونحن مقبلون على تأسيس إطار للمحامين على مستوى دولي الساحل والصحراء. نحن مقبلون على تنظيم ندوات علمية ما بين مدن لها دورها العلمي في تاريخ هذه المنطقة دول الساحل والصحراء، وأتحدث عن مدن سمارة وسنقيط وتومبوكتو، وأتحدث هنا على أنه كما أن هناك انفتاح للدول على المستوى الاقتصادي في العمق الإفريقي هناك مبادرة سياسة في العمق الإفريقي نحاول أن نقوم بمواكبة مهنية حقوقية دفاعية لهذا الانفتاح الذي تمارسه الدولة، وبالتالي قطاع المحاماة ليس متخلف على مواكبة انفتاح الدولة على العالم الخارجي. أكدنا على أنه هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وقلميم والعيون كما هو الحال بالنسبة لهيئتنا على الصعيد الوطني
ليست منغلقة داخل رحب المحاكم في قاعة الجلسات، بقدر ما أنه تم توقيع اتفاقية هنا بمدينة أكادير ما بين هيئتنا وما بين هيئة المحامين العمانية والتي تترأس اتحاد المحامين الخليجيين. أكدنا على أنه نحن سائرون في عمق إفريقي من خلال ما تمت الإشارة إليه من أنه كانت هناك زيارة لموريتانيا، كان هناك توقيع اتفاقية قبل ذلك مع الهيئة الوطنية للمحامين بدولة جزر القمر. نحن كذلك مقبلون على عقد إطار على عقد مؤتمر تأسيسي لإطار مهني لدول الساحل والصحراء، مقبلون كذلك على تنظيم لقاء لمحامي ضفتي البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي عمقنا عمق متنوع منفتح في مواكبة لانفتاح دولتنا على هذا العمق المتنوع. ولنؤكد على أن رسالة الدفاع لا تدافع عن حقوق الأفراد على حقوق خاصة فقط، بقدر ما أنه نمارس كذلك دفاعا عن حقوقنا الوطنية، عن ثوابتنا، عن ثوابت أمتنا، عن ثوابت هذا الشعب المغربي. الذي يمكن التأكيد عليه بأنه ليس هناك لحد الآن تأكيد لأي دولة عربية على أنها ستشارك في هذا اللقاء. نحن لا نتحدث من فكر قومي، ولا نتحدث على أنه نسير أفكار دول أخرى، ولكن نتحدث من توابت ذاتية. نحن لرصيدنا المهني نقول ونفتخر بأنه يختلف ويتميز عن الرصيد المهني لبقية الهيئات على الصعيد العربي وكذلك على صعيد بقية الهيئات. نحن نصب إلى أن تكون لنا ريادة مهنية حقوقية دفاعية قانونية، وبالتالي عندما أسسنا لموقفنا في خلال الاجتماع المنعقد في ضيافة هيئة المحامين بالقناطرة لم نستحضر مواقف دول أخرى محامين آخرين، ولكن استحضرنا موقفا ذاتيا ارتكز على مواقف اتخذناها دائما ولازلنا ثابتين عليها، ارتكز على حقيقة هذه التظاهرات الرياضية التي أكدنا على أنه ليست ذات مرتكز مهني صرف. أكدنا كذلك على أنه لم نقاطع، ولكن اعتبرنا بأنه لسنا معنيين بها. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.